السلام عليكم اخوان الاعزاء، بخير لاباس عليكم. معكم احمد من سباته بمزرعه حمام الفن. اخويا كنشوف هذا الشيء كثر علينا بزاف، هاد غير الاسعار بزاف من خلال الشيء اللي سمعنا بان اللحم غادي يطيح وغيولي رخيص، فيما بالك كنطلعوا السوق كنلقاو ثمن خيالي، بان المواطن كيجي كيسول كيلقى ثمن فايت القياس ديالو، كيسحبونا غير حنا اللي كنتبيع على الناس، وداك الشراء من الفوق، الغلا كاين من الفوق. حنا كنطلبوا من هاد الناس مسؤولين هما يبسطوا الناس، واش الناس اللي مساكن في حاجه لهذا الشيء، اما الناس اللي لاباس عليهم كاع مسوقين لهذا الشيء اصلا كاع. حنا كنطلبوا الناس المسؤولين يتعاونوا مع هاد الناس الدراويش اللي كيجيو يتقداو من عندنا، ويكون شي ثمن جد مناسب، هذا الشيء اللي كنطلبوا وكنقولوا. و شحال داير اللحم دابا تقريبا؟ قبلنا الاثمين لا، اللحم البقري داير 90 درهم في البطوار، داير 80 درهم 82 درهم في البطوار، شحال غتجيبوا شحال غتسقطوا بشحال بشحال بشحال. كنطلبوا من الناس المسؤولين يوقفوا مع هاد الناس الدراويش. حنا راه كنجيبوا الساعه الغرمي شحال داير؟ الغرمي شحال؟ 105 درهم باش ندير باش كنبيعوا حنا 105 درهم. وما كايناش السلعه، السلعه ملي كتمشي ما كتلقاش بطوار، ملي كتمشي كيقول لك حقا السوق ما فيهش البقار، حقا شحال من حاجه وحاجه. وكاع الا درتي كاع وسولتي على هاد الناس كاع اللي كيدوروا هنايا راهم غيعطيوك احس لك شي بالتطبيق وبالتحقيق وبكل شيء. وكنطلبوا من الله يكون خير ان شاء الله من عنده والفرج من عنده. وش غنقول لك، راه حتى كتشوف الناس على اللي طالع ولا اللي نازل، ها هما الناس ها هما حداك دابا كيشوف الحاجه ما يقدرش كاع يوصلها بالثمن اللي باش كيلقاها باش كتباع. وكنتمنوا الخير للجميع وبالتوفيق ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.